بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتكم. كل ما قلناها عن التعطيش إن إحنا عايزين السقي يبقى كويس كده هوت، والسق ممتاز، وإن النبات ما يعلاش بعد 15 يوم من الشتل، ما يعلاش عن الوضع اللي إحنا شايفينه ده هون. إن وضع السلميات نفسه يكون وضع السلميات نفسه يكون قصير جنب بعض، لان كل السلمية ما كانت قصيرة كده من دال دي، تمام، كل السلمية ما كانت قصيرة، كل ما انا هاخد عدد ثمار اكتر، كل الساق مكان الديامتر بتاعه او القطر بتاعه كويس، كل ما هيديني احجام في الثمار اكتر، وهيطول معايا لان انا ببني شجرة في الاول وفي الاخر شجرة خيار، تمام. كل ما كانت مساحة الورقة افضل واجمل، كل ما التمثيل الغذائي والتمثيل الضوئي ما هيبقى معايا اكتر، تمام. ده الغرض من عملية التعطيش. طب في حالات يا جماعة ما ينفعش ان انا اعطش فيها، في حالات ما ينفعش ان انا اعطش فيها. الحالات دي ايه؟ الحالات دي لو انت عندك ملوحة ما تقدرش تعطش. طب انا عايز اعطش على الاقل عشان اخربش، يبقى هقولك على الحالة اللي تقدر تعطش فيها اثناء وجود الملوحة عندك في التربة لو الاملاح عندك عالية. تعمل ايه؟ قبل هتدي رية غزيرة، تمام، او يعني مش غزيرة يعني تقعد ساعتين، لا يعني تزود 5 دقايق في الري بتاعك مثلا، بحيث ان المنطقة ده هي تكون اتغسل فيها الاملاح. أثناء الري ده بتحط مصحح ملوحة، تحط مصحح ملوح، ومصححات الملوحة الأساس فيها الكالسيوم وموجودة في كل بلد وفي كل وضع، تمام. ها تحط مصحح ملوحة، تمام، ده أثناء الري بتاعك النهاردة مثلا، وبكرة هتعطش، ولما تعطش، تمام، عطشت النبات، تحط تاني مصحح ملوحة في الرية الأولى بعد عملية تعطيش النبات. كده تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت هتقي نفسك من شر الإيه؟ من شر الملوحة اللي موجودة عندك، تمام؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى أول حاجة لو أنت عندك ملوحة يبقى هتعطش، بس هتتبع الحاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب الحاجة التانية إن أنت في فترة الإزهار لو النمو الخضري بتاعك متناسق مع النمو الثمري ما ينفعش عطش. في الفترة اللي أنا فيها دهيت عند الري ثابت، تمام، الـ 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 النبات طوله متناسق مع في سيمترية. يعني السيمترية في إيه؟ يعني السيمترية في توحد يا جماعة، في عدد الأوراق، في مساحة الأوراق، في طول الـ البيت نفسه كلته. طالما في سيمترية كويسة ملوش لازمة فترة التزهير ان انا اعطش. ليه؟ لان انا عندي كل المراحل بقى في النبات شغالة دلوقتي، في تزهير وفي نمو خضري وفي نمو جذري، في كل الحاجات دي موجودة عندي دلوقتي. ففي الفترة ده هي طالما الامور عندي كويسة ما تستدعيش اعطش. لو النمو الخضري بتاعي اخضر غزير زي في الطماطم او بيحصل قبل كده قلنا في لوبيا او في حاجة او في البطيخ، بندي تعطيشة اثناء التزهير عشان مش نموت النبات، لا نعطش شوية بحيث ان النبات يرجع لحالته الطبيعية. لو عندي اصفرار يا جماعة برضو قلنا كده. طيب لو عندي في مرحلة امتلاء او مرحلة الاسمار، يعني انا عندي النهاردة عندي بطيخ احمر او عندي كنتالوب، لا المفروض في الفترة دي برفع معدلات الري. ليه؟ لان انا عندي مثلا نبات شايل المعدل بتاعه المظبوط، المفروض لما نعمل عملية التهدير المفروض يكون شايل بطيختين او 3 اقصاها، تمام، المفروض كل بطيخة هتديني 15 كيلو مثلا، تمام. في الحالة ده هي لازم ادي مية كويسة وادي فترتين على الاقل ري، تمام، بحيث ان انا يكون عندي احجام ثمار متناسقة والنمو الخضري برضو ما ينزلش معايا بدري. النمو الخضري طالما انا بدي تغذية كويسة والنمو الخضري ما ينزلش معايا بدري، يقعد فترة شغال معايا بحيث ان الثمار تكبر معايا، تمام. دي الحالات اللي ما ينفعش ابدا اعطش فيها، تمام. لو جالك موجات حرارة عالية برضو ما تقدرش، يعني الحرارة سي في مصر بتكون في معدلاتها من 30 لل 37 مثلا، 38 اقصى، جات النهاردة 45 وانا زرع اوبن فيلد بره، ما ينفعش اعطش يا جماعة حتى لو انا عندي الشتلة صغير. دي حالات ما ينفعش اعطش فيها النبات. لو عندي نبات هزيل والنمو الخضري برضو بتاعه ضعيف ما ينفعش اعطش فيها النبات. العطش هو
تأديب وتهذيب للنبات، ولكن بيكون في صالح النبات وليس في غير صالح النبات. يعني هي مش موضة، لا، هي بتبقى في صالح النبات بتاعنا، بحيث ان يكون عندي نبات متناسق وفي سيمترية في النمو الخضري والنمو السمري والإنتاج بتاعه. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.